كلنا معرضين في أي وقت إننا نمر بحياتنا بضغوطات مختلفة، سواء كانت في الشغل أو الحياة الشخصية أو الدراسة أو مشاكل عائلية ومواقف صعبة كتير. كل الضغوطات دي بتأثر علينا وبتخلينا نحس بشعور مش لطيف، ولو زاد عن مستوى قدرتنا على التحمل بيكون بداية للانهيار العصبي. فخلينا نتكلم عن الانهيار العصبي وأعراضه. الانهيار العصبي هو حالة من الضيق والضغط المفرط نفسياً، يؤدي إلى إعاقة الشخص لنشاطه اليومي وحياته الشخصية بسبب الضغط العصبي المستمر. الانهيار العصبي مش مصطلح طبي ولا يعتبر مرض عقلي، لكن ده مش معناه الاستجابة الطبيعية أو الصحية للضغط العصبي، ولكن ممكن نعتبر الانهيار العصبي إشارة إلى وجود مشكلة صحية عقلية كامنة محتاجة عناية، زي الاكتئاب أو القلق. الانهيار العصبي بيختلف من شخص للآخر وبتعتمد على الأسباب العامة والكامنة في حياة الشخص اللي ساعدت على تشكل الانهيار ده في حياته. وممكن نقول مفهوم أبسط بكتير على الانهيار العصبي، وهو إن الشخص لم يعد قادراً على أداء مهامه بشكل طبيعي، زي إنه يروح الشغل أو يلتزم بمواعيده ومناسباته أو مشاكل في نومه وأكله. أسباب الانهيار العصبي: زي ما قلنا إن الأسباب بتختلف من شخص للآخر وحسب الظروف المحيطة بيه وحالة القلق والضغط النفسي اللي بيمر بيها وتأثير الضغط ده كمان على الجسم، ولكن في حاجات مشتركة بين كل الحالات، زي الصدمات العاطفية الشديدة زي فقدان أو وفاة شخص عزيز، ضغوطات العمل الشديدة، الخسارات المتتالية، التعرض لحادث نفسي أو جسدي سبب للشخص عجز لفترة طويلة، العامل الوراثي النفسي للعائلة. أنواع الانهيار العصبي: الأطباء قسموا الانهيار العصبي لثلاث أنواع حسب شدة كل نوع. النوع الأول هو الانهيار العصبي الأساسي اللي بيحصل نتيجة الأحداث اللي الشخص بيمر بيها من شعور سلبي داخلي، أو إنه يحس إنه بيعيش تحت ضغوطات الحياة وإنه لا يقدر على تحملها. النوع الثاني يعتبر الأشد بسبب تأثير المشاكل على العقل الباطن للشخص، وده بيخليه في حالة شديدة من التوتر والقلق، وممكن ينفجر لأقل مشكلة أو إثارة يتعرض ليها، والمسمى العلمي للنوع ده هو حالة الانهيار العصبي التام. النوع الثالث غالباً بيصاب به الشخصيات الحساسة أو المرفهة، واللي بيكونوا غير قادرين على تحمل أي أعباء نفسية أو حتى أسباب بسيطة، وده غالباً بسبب الرفاهية اللي بيكونوا فيها، فمش بيكونوا متأقلمين على أي وضع صعب. أعراض الانهيار العصبي: بشكل أساسي تؤثر حالة الانهيار العصبي في الحالة النفسية للمصاب والحالة السلوكية الخاصة به وفي نشاطه الفيزيائي وحركته. من أبرز الأعراض دي جنون الارتياب والانسحاب، وهنا المصاب بالانهيار بيحس إنه متراقب أو في حد بيجري وراه بيطرده، وبيفضل يسترجع ذكريات أو أحداث قديمة تعرض ليها واللي غالباً بتكون سببت ليه اضطراب ما بعد الصدمة، بالإضافة إنه بيتجنب أي تجمعات وإصابته بسوء في التغذية، ومش بيهتم بنظافته الشخصية والانقطاع عن أي نشاط بشكل كلي، ودمار علاقاته العاطفية بصحابه أو زوجته وحتى عائلته بسبب سيطرة الشعور الدائم بالحزن وخصوصا مع السيدات. بالإضافة طبعا لأعراض تانية زي الاكتئاب، القلق المفرط، التغيرات المزاجية بين السعادة والحزن، الأرق والاضطرابات في النوم. خلينا أكلمك شوية عن إزاي ممكن نعالج الانهيار العصبي. علاج الانهيار العصبي ليه 3 طرق: العلاج الدوائي، العلاج المعرفي السلوكي، تغير أسلوب الحياة. العلاج الدوائي: غالباً بيوصف الأطباء العلاج الدوائي لتخفيف أعراض التوتر والقلق عشان تحسن حالة المريض وتساعده على تجاوز الانهيار. العلاج المعرفي السلوكي: في المرحلة دي بيعتمد الطبيب النفسي على الحوار مع المريض ونقاشه ومعرفة ما يسبب الضغط والقلق عنده، ومحاولة مساعدة المريض على تحليل الأمور دي ويقدر يتجاوزها. وفي العادة العلاج المعرفي السلوكي هو الأفضل في علاج الانهيار وبعديه العلاج الدوائي. تغيير أسلوب الحياة: في المرحلة دي بتحصل محاولات كتير في تغيير نمط الحياة الخاص بالمريض، والهدف من التغيرات دي التخلص من القلق والضغط. وفي النهاية كلنا بنمر بضغوطات نفسية وانهيارات عصبية، ولكن الموضوع ممكن يتحل بسهولة، ولكن بمساعدة طبيب متخصص. واحنا في مستشفى الأمل بنقدم خدمات علاجية في التخلص من الانهيار العصبي. الأمل دايماً معاكم.